معاهدة سلام بين السمك والمكرونة. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل فيتوتشيني بالسلموني. 3 معالق زيت، 150 جرام سلمون مدخن، وهنقلب كويس. نص لتر كريمة لباني، نص معلقة ملح، نفس المقدار فلفل أسمر، 50 جرام جبنة مبشورة، 50 جرام شبت، والمكرونة تتسلق وتندمج معها. ويا بخت من وفق أكلتين في الحلال. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.